مقطع فيديو طريف لصانع المحتوى السعودي رائد العريمة حصد ملايين المشاهدات، حيث وثق مشهداً لمجموعة من حيوانات الوبر الصخرية التي وجدت في كوب الشاي الخاص به مذاقاً لذيذاً وتسابقت للحصول عليه. الفيديو تم تصويره في مركز الفوارة التابع لمنطقة القصيم في السعودية، وتظهر في الفيديو مجموعة من صغار حيوانات الوبر الصخري في محاولة للوصول لما بداية داخل كوب الشاي الساخن الذي يحمله العريمة بيده. حيوانات الوبر تميل إلى المأكولات والأطعمة التي تحتوي على السكر، ويشارك العريمة متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي لقاءاته الفريدة مع الحيوانات البرية في السعودية مثل الأرانب البرية والذئاب والضباع.